بعد 30 سنة، هذه السنة الأولى ل30 أخرى. من باب الجامعة خرج الأستاذ الدكتور محمد المانشح ليلج باب غرفة البرلمان ويجلس على كرسي تسيير مؤسسة جامعة 8 مايو 1945 الأستاذ الدكتور صالح العجول، الذي كتب في أول افتتاحية لمجلة فضاءات الجامعة: شرف لي أن أكتب افتتاحية هذا العدد وقد تعودتم قراءتها في كل الأعداد السابقة، بقلم الأستاذ الدكتور محمد المامشر الذي يغادرنا بسجل حافل من الإنجازات والعطاءات الجليلة ومسارا مميزا ورائدا من رأس مؤسسة جامعة 8 مايو 1945 مديرا لها إلى المجلس الشعبي الوطني نائبا فيه عن ولاية جالما. وفي ذات الكلمة أشاد بخصال سابقه وعدد خصاله، منوها بقوله: سعداء بأن جامعة 8 مايو 1945 أصبحت تصدر كفاءاتها لتتبوأ مكانة أرقى يستفيد منها الوطن. الأستاذ الدكتور صالح العجول مديراً لجامعة 8 مايو الذي بتاريخ يوم الأربعاء 14 جوان 2017 على الساعة 10 صباحاً بقاعة المحاضرات الساسي بن حملة تم تنصيبه مديراً للجامعة، وقد جرت مراسيم التنصيب بحضور كل من الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسيدة والي ولاية جالما والسيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، وبحضور لفيف من السلطات العسكرية والمدنية والأسرة الجامعية والإعلامية في جو بهيج يدعو إلى التفاؤل والاستمرارية. في أول افتتاح موسم جامعي للمدير الجديد ألقى الأستاذ الدكتور صالح العجول كلمة ضمنها برنامجه وتوجيهاته التي تتماشى مع المرحلة ومع المعطيات والمستجدات. في كلمته تحدث عن 30 سنة التي مضت وأعلن عن نهاية الاحتفال بها، كما أعلن عن بداية 30 أخرى ستكون مشاهدها مميزة وخاصة، انطلاقا من النواة البيداغوجية وهي القسم بتفعيله أكثر وإمداده بالإمكانات اللازمة والسهر على أدائه. وفي كلمة الافتتاح لم يخفي الأستاذ الدكتور صالح العجول أنه سيواصل العمل بالنظم الداخلية والخارطة التنظيمية وكافة الوظائف والإجراءات الضرورية لمتابعة الإداريين والأساتذة الباحثين ضمن نطاق تشاوري بفعالية وصرامة تعود إلى حوكمة أو إدارة سليمة. كما ذكر أنه سيعمل على اتباع تقييم لأنواع التكوين الحالية ودورات لسوق العمل في إطار مواءمة بين التكوين والشغل، مع التركيز على مشاركة أكبر وروابط أقوى مع الوسط المهني. سلسلة من لقاءات عديدة ومكثفة مع كل أطياف الجامعة العلمية والإدارية والنقابية عقدها مدير الجامعة
كما تم يوم 11 أكتوبر 2017 بتكليف الأستاذة بنصويل حفاف آسيا بتسيير نيابة مديرية التكوين في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج. في العدد 34 من مجلة فضاءات الجامعة يقول الأستاذ الدكتور صالح العجون في افتتاحيتها: جامعتنا تفتقد ركيزة من ركائزها وعمودا من أعمدتها الدكتور الصديق الأخ محمد عبداوي نائب المدير المكلف بالتنمية والاستشراف والتوجيه الذي كان أيقونة المشهد الجامعي بتواضعه ورحابة صدره وعلمه وتسييره، اختطفته الموت من بيننا ليترك لنا ذكرى لا تنسى وحضورا لروحه في كل أروقة الإدارة وفضاءات التدريس والبحث العلمي. إن لله وإنا إليه راجعون. في هذه المرحلة برئاسة الأستاذ الدكتور صالح العجون تم تسمية قاعة المحاضرات بمجمع سويدان بوجمعة باسم البروفيسور محمد عبداوي الذي وافته المنية يوم 25/2/2018 عرفانا له ولكي يبقى اسمه تذكره القلوب كما تذكره جدران الجامعة. وفي هذه المرحلة نظمت المسابقة الوطنية للمقاولتية والابتكار التكنولوجي من أجل المدينة التي نظمتها دار المقاولتية والتي شهدت نجاحا باهرا، كما تم بمشاركة مديرية المجاهدين الثقافة والسياحة وفد من جامعة 8 ماي 1945 يزور جامعة منوبة، وذلك ردا للزيارة التي قام بها وفد من الأساتذة والباحثين التونسيين في إطار مشروع الحقائب الأكاديمية الذي أطلقه مخبر الدراسات المغاربية والفرنكفونية بجامعة منوبة تونس يوم 4 نوفمبر 2017، حيث قام الوفد بتسليم الحقائب الأكاديمية لجامعة غالما تحت شعار أقرأ جزائريا. ثقافيا، حصول نادي الفنون البصرية على المرتبة الأولى للفيلم القصير زمان الملاية، كما حصل الطالب محمد لمين خشة على الميدالية الفضية في البطولة الجامعية للذاكرة من تنظيم البطولة العربية للذاكرة. نتذكر أنها هدف ليس كرة. الكلمة الموالية هي خبرة. أريد تتخيل شهادة. كما تحصلت عضو من نادي الرسم على بطاقة فنان باسم جامعة 8 ماي 1945 من وزارة الثقافة. رياضيا، حصد عدد كبير من الميداليات في الجودو وألعاب القوى والمرتبة الثانية وطنيا في الكاراتيه، وتأهل جامعة 8 ماي للبطولة الوطنية الجامعية في كرة القدم. إنجازات ثقافية ورياضية أخرى مشرفة. كما تمت الأبواب المفتوحة على الجامعة في إطار سياسة الإعلام المسبق والجواري المنتهجة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي كانت حدثاً مميزاً احتضنته ساحة المسرح الجهوي وسط مدينة غالما. تم كذلك انطلاق شبكة الويب تي في التي تضع بين أيدي متابعيها نشاطات الجامعة بفيديوهات من تصميم مركز السمعي البصري الذي تدعمت به جامعتنا. كما احتضنت الجامعة هذا العام الاحتفالات الرسمية لمجازر 8 ماي 1945، حيث أشرف معالي وزير المجاهدين على الافتتاح الرسمي لها. كما تم بتاريخ 28 فيفري بقاعة المحاضرات الساسي بن حملة انعقاد جمعية عامة بحضور مدير الجامعة الأستاذ الدكتور صالح العجون ومختلف أفراد الأسرة الجامعية من مسؤولين أساتذة وموظفين وطلبة. وقد جاء اللقاء لعرض نتائج التقييم الذاتي للجامعة
الذي قامت به خلية ضمان الجودة. وقد تدعمت مخابر الجامعة بتجهيزات حديثة بغلاف مالي معتبر، كما تم تجهيز استوديو السمع البصري بمجمع سويداني بجمعة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، كما أن هناك تحضيرات على قدم وساق للصالون الأول للتشغيل، وذلك من أجل التعاون لتحسين وضعية المجتمع ككل وتوطيد العلاقة بين القطاعين، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وعالم الشغل. وفي حديث الصحافة سلط الضوء على مخرجات الجامعة، فبعد فتح تكوين في الليسانس المهني في إطار الشراكة الأوروبية ويخص الليسانس في حماية الشبكات الكهربائية، تم فتح تخصص ثاني جديد في علوم الغذاء، وذلك في إطار الشراكة الجزائرية الأوروبية وبالتعاون مع مؤسسات محلية رائدة في مجال الزراعة والصناعات الغذائية، مجمع عمر بن عمر ومجمع عبيدي، مطاحن مرمورة ومطاحن سيبوس بعنابة. كما أشارت الصحافة إلى عزم جامعة 8 ماي 1945 إنشاء ناد للبحث عن الوظيفة ومساعدة الخريجين على العمل واكتساب المهارات المهنية التي تسمح لهم بالتفوق واستغلال معارفهم العلمية التي اكتسبوها طيلة مسارهم الدراسي. المشروع ممول من طرف المملكة المتحدة، ويجري تنفيذه على مستوى الجزائر من طرف مكتب العمل الدولي بالشراكة مع وزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. في العدد 36 من نشرية فضاءات الجامعة كتب الأستاذ الدكتور صالح العقون يقول: هي سنة أخرى تضاف على عمر الجامعة تعب ومتعة معا، تعب ملاحقة يوميات الجامعة والسعي لمعالجة المشاكل التي تطفو فجأة على السطح، موازاة مع المشاكل العالقة التي تتطلب جهدا إضافيا وصبرا ومعاينة، تعب تغيير بعض النمطيات والسلوكيات التي تعود عليها البعض بدءا باحترام وقت العمل، تعب ترسيخ أفكار المحاسبة الذاتية والامتثال لسلطة القانون والعرف والأسس الحميدة. وكما للتعب ألمه وآثاره، فللمتعة حضور في محفل البرنامج اليومي، متعة نجاح فعالية علمية أو مشاركة الجامعة على منصات وطنية دولية، متعة تخرج دفعات من الطلبة بشهادات مشرفة واستحقاقات مميزة، متعة ارتقاء الأساتذة إلى مراتب عليا وظهور توقيعاتهم على بحوث علمية ومشاركات أكاديمية لها شأن وقيمة، متعة انتهاء السنة الجامعية بكثير من الآمال والتفاؤل، متعة رؤية موظف الجامعة وهم يعملون كخلية نحل من أجل قيادة سفينة الجامعة كل ساعة وكل دقيقة. مع هذه الأتعاب والمتع، كل عام وأنتم بخير وافتتاح جامعي موفق لنا جميعا. هذه السنة ستكون سنة الجودة، فدعوتي للمسؤولين والموظفين في كل المستويات للتحلي بروح المسؤولية وتمكين دور الإدارة في تأطير واستقبال الأساتذة والطلبة أحسن استقبال، وتسهيل مهمتهم لأداء مهامهم على أحسن وجه وفي أجود الظروف، والمراقبة الذاتية والأمانة والمبادرة، وذلك كفيل بخلق تقاليد الأسرة. كما أدعو إلى الالتفاف حول الأفكار البناءة والمشاريع الخلاقة وتطبيق رزنامة العمل بكل تفاني وعلى أحسن وجه، والانكباب على جودة الأداء والسعي الجاد إلى تبني كل ما من شأنه أن يدفع بوتيرة البحث العلمي قدما إلى الأمام في جو من تبادل الآراء والتشاور والاحترام، متيقن
أننا لن ننجح إلا بتكاثف جهود جميع الأطراف لنعمل جميعا على رفع هذا التحدي ولنبني معا جامعة قوية ولنرقى أكثر بجامعتنا إلى مرتبة مشرفة بين الجامعات الوطنية والمغاربية ولما العالمية. أؤكد أن هناك أعمال جبارة تقوم بها الأسرة الجامعة على كل الأصعدة، وعدم علم الناس بها لا يعني أنه لا توجد استحقاقات وإنجازات.